بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتنا الرائعون المتميزون، طلبتنا المعتادون على روعتهم وتميزهم، طلبة الصف الخامس، ابتدأنا اليوم معكم بإذن الله تعالى في مراجعة وكيفية الاستخراج. ثمة أسئلة تتوارد لدى طلابنا وطلبتنا وطالباتنا هنا، كيف أستخرج يا معلمتي؟ هناك بعض الصعوبات التي تواجه الطلبة في الاستخراج وكيفية الاستخراج، وكيف أميز الجملة مثلاً إن كانت في النص فعلية إن كانت اسمية. تمام، لابد أن نوضح لكم في هذه الحصة بعض الصعوبات التي وردتنا وأرسلت إلينا إن شاء الله. تمام، عندما أقول لكم أحبتنا الرائعون في البداية، هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ أكيد درستم النشيد وشرحها، وسأرسل لكم المرفق إن شاء الله بعد ختام هذه الحصة بإذن الله تعالى. تمام، الآن يا رائعون، هنا الفتاة، اسم رائعون، من ذكروا اسم أنتم رائعون. الفتاة، نلاحظ أن كلمة الفتاة أتت بأل التعريف، وهذا ما يكون فيه لبس عند بعض الأحبة، عند بعض الطلبة. كيف أميز يا معلمتي بين الاسم النكرة من الاسم المعرفة؟ كيف؟ الآن، أو كيف أميز يا معلمتي بين الاسم من الفعل؟ هذه أكبر المشاكل التي تواجه الطلبة. يصبح الطالب مرتفع إلى صفوف عليا، وهناك للأسف مشاكل بين التمييز بين الاسم والفعل. ركزوا معي، بارك الله فيكم. الآن نأخذ صفحة فارغة. الاسم، الاسم، تمام؟ هو، تمام؟ ما يدل على ذات معينة من إنسان، حيوان، نبات، جماد. تمام؟ ويكن، دعونا، تمام، ومن أهم علاماته أن يقبل التعريف. تمام؟ تمام، سنوضح الآن. أحبتنا الرائعون، إن كان هناك مشكلة في التمييز بين الاسم والفعل، هناك بعض الطلبة نلاحظ أن الاسم يكون هناك إشكال بين الاسم والفعل. أن التعريف إن وجدت فهو اسم، الفعل لا يقبل أن التعريف. إذا أن التعريف إن وجدت كما في مثالنا في النشيد الفتاة، الفتاة، الفتاة هنا التعريف، وأل التعريف هذه، تمام، ألحقت بالاسم لذلك سمي اسما، لذلك سمي اسما، لا نستطيع أن نقول عنه فعلا. عندما نجد، أحبتنا أعيد وأكرر، عندما نرى أل التعريف وهي أل الشمسية أو القمرية،
هنا ميزوا أنه اسم، تمام؟ إلى هنا هل يوجد مشكلة؟ عبد الرحمن ما هي المشكلة يا مس؟ بارك الله فيكم جميعا، تمام. الآن أستلقي أسئلتكم، أتلقى أسئلتكم أحبة الرائعون، بارك الله فيكم. فقط يا ماريا هنا للكتابة على الاستخراج، مثلا الفتاة هي اسم، اسم ماذا؟ معرفة أم نكرة؟ اسم معرفة، لماذا اسم معرفة لو قلنا لكم؟ لأنه ابتدأ بأل للتعريف، عرفته، أل للتعريف، أحسنتم، رائعون هو اسم معرفة، بارك الله فيكم، أحسنتم، رائعون، رائعون جدا. الآن ننتقل هنا ننتقل إلى النص، نشيد هنا، عفوا، هنا مثل أزهار الرياض هكذا قلب الفتاة. حصتنا اليوم استخراج، بعد التحدث ومشاهدة الشرح ننتقل إلى الاستخراج. مثل أزهار، مثل، من يقل عن هذا ماذا نسميه مثل؟ مثل، مثل أسلوب تشبيه، أحسنتم، أسلوب تشبيه، بارك الله فيكم، هذا نسميه أحبتنا الرائعون لأنه استخدم أسلوب التشبيه، مثل أزهار. تقولون لي أحبتنا الرائعون أزهار، أتت هنا مفردها زهرة، زهرة أزهار، تمام، فأزهار هنا أتت جمع، جمع ماذا؟ أحسنتم رائعون، جمع تكسير، لأن مفردها زهرة فأتى الجمع أزهار، بارك الله فيكم، أحسنتم، تمام. إذا أزهار جمع تكسير، أزهار جمع ماذا؟ جمع تكسير. بارك الله فيكم. الآن هل اتضحت الصورة بالنسبة للاستخراج الأول؟ هنا جمع تكسير، تمام، إلى هنا تمام. فنلاحظ أحبتنا بما أننا ركزنا على المعرفة والنكرة، أزهار، أزهار نكرة أم معرفة؟ نكرة، نأخذ صفحة هنا، أزهار، أزهار ما هي؟ قلنا جمع تكسير. هل هي نكرة أم معرفة؟ ماذا نضع دائرة حول ماذا؟ حول ماذا؟ نكرة، أحسنتم، لماذا نكرة؟ لأنها أتت غير ماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، غير معرفة بأل التعريف، لا يوجد لديها أل التعريف، فهي نكرة، أحسنتم، فهي نكرة. فهي نكرة لأنها لم تسبقها التعريف، تمام. وأقول هنا مثل أزهار الربيع، الربيع نكرة أم معرفة ولماذا؟ نضع هنا
تمام. ولماذا الربيع؟ معرفة، أحسنتم، لأنها أتى قبلها التعريف. واضحة هنا إلى هنا؟ إلى هنا واضحة الأمور؟ تمام أحبتنا؟ تمام؟ بارك الله فيكم. تمام. هكذا قلب الفتاة في نقاء وبياض وأريج وحياة، ماذا نسمي الاسم الذي يكون آخره تنوين؟ نقاء، أريج، ماذا نسميه؟ اسما أحسنتم، اسما ماذا؟ اسم منون، أحسنتم، بارك الله فيكم، اسم منون، اسم منون. اسم منون بالكسر، تمام. تمام، الآن نريد أن نضع هنا صفحة فارغة قبلها بريفيس هنا، وأريج وحياة، نريد أن نوضح أريج وحياة. ماذا نسمي هذه الواو؟ ماذا نسمي هذه الواو؟ هيا فلنكن معا، ماذا نسمي هذه الواو؟ أحسنتم، واو العطف، واو حرف عطف، حرف عطف. حيا اسم معطوف، واو حرف عطف، حياة اسم معطوف، بارك الله فيكم. تمام إلى هنا؟ هل يوجد أي استفسار؟ هل يوجد أي استفسار؟ تمام؟ أحسنتم. الآن بارك الله فيكم، تمام. الآن ننتقل هنا فاجعلي الجدة شعارا وانهجي سبل العمل. فاجعلي الجدة شعارا وانهجي سبل العمل. فاجعلي هنا أتت، وانهجي أتت أفعال ماذا؟ أفعال أمر، أفعال أمر، هنا فعل أمر أحبتنا الطلبة. تمام، نريد أن نوضح كلمة سبل العمل.
نوضحها بالتفصيل. سبل العمل، بماذا تذكركم، بماذا يذكركم هذا التركيب، بماذا يذكركم هذا التركيب؟ هيا أحبتنا، سبل أحسنتم، جمع تكسير، لكن عندما أقول سبل العمل، أحسنت يا عوني، بارك الله فيكم، كلكم رائعون، لكن تركيب مع بعض، سبل العمل نكرة ويأتي بعده معرفة، هنا مضاف ومضاف إليه. كيف عرفنا يا معلمتي؟ لأن تركيبا واحدا عندما يأتي اسم النكرة يليه مباشرة اسم معرفة يكون الأول مضافا والثاني مضاف إليه. الأول مضاف والثاني مضاف إليه. تمام إلى هنا؟ إذا النكرة والمعرفة، اسم نكرة يأتي مباشرة بعده اسم المعرفة، فيأتي الأول مضاف والثاني مضافا إليه، فتأتي العملي مضاف، إعرابها كالآتي: إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ما هي المشكلة يا كندا؟ كندا ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة يا ريان؟ معرفة يا الآن المعرفة كما قلنا هو من يكون فيه أل للتعريف. المعرفة هي من تسبقه أل للتعريف كما هي هنا يا يامن، تمام يا مس؟ تمام كندا ومن سأل؟ كما في هنا من النص الذي لدينا هنا عفوا. هنا كما قلنا سبل العمل، تمام؟ قلب الفتاة، دعونا نرى هنا قلب الفتاة، قلب نكرة، الفتاة معرفة. تمام؟ سبل نكرة والعمل معرفة، تمام؟ بالنص، ابحثوا بالنص، هيا أريد أجوبتكم الآن عن اسم نكرة يليه معرفة غير التي ذكرته. يوجد هيا أرى أجوبتكم الآن. الآن هيا تمام يا كندا، تمام يا مس. الآن سأعيد كما قلنا يا طلاب الأعزاء، اسم نكرة يأتيه اسم معرفة مضاف، هو مضاف إليه. نكرة يليه معرفة مباشرة، النكرة هو الاسم كما وضحنا في البداية الذي لا يكون عليه أل التعريف، كما في سبل العمل، سبل نكرة، العمل معرفة، مضاف ومضاف إليه، هنا أتى التوضيح، نكرة، سبل، معرفة، العمل، مضافا أتى وهنا أتى مضافا إليه، تمام؟ فأتى إعراب العمل مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. اتضحت الصورة الآن؟
يمس. فهنا من أنواع الإضافة يا طلابي، الآن سنأخذ إن شاء الله في الحصص القادمة تفصيلا عن الإضافة بإذن الله تعالى. تمام، ننتقل. هيا، هل يوجد بالنص غير الجمل التي ذكرتها عن الإضافة؟ هيا هيا على أجوبتكم الآن. أحسنت يا أحمد. طول الدهور، طول نكرة والدهور معرفة. لا هنا لا نخلط بالأفعال أحبتنا، أقول أسماء. زيني فعل، زيني فعل. تفنى فعل. أريد اسما اسما، أسماء كلاهما أسماء. الآن وضحنا أحبتنا الرائعون الأسماء. تمام، لا بأس لا بأس، نحن بإذن الله تعالى سوف نتحدث بقاعدة كاملة عن الإضافة، لكن ما أريده أن تفهموه بشكل مبدئي في الإضافة أنها اسمان وليست أفعال، لا دخل للأفعال فيها، لا يوجد دخل في الأفعال. أزهار الرياض، أحسنتم. جمال الجسم، أحسنتم. هيا يا كنت استخرجي، هيا يا نس. من النص قلت لكم الآن، أريد من النص جمل يوجد بها نكرة ومعرفة، هذه استخراج. أحسنت يا أحمد. جمال الجسم، بارك الله فيكم. جمال النفس، أزهار الرياض، بارك الله فيكم. تمام، ننتقل الآن هنا. ليست الأشغال عارا، هنا لماذا تدل؟ على ماذا تدل هنا؟ الأشغال تدل، أحسنتم، تدل على جمع التكسير. الأشغال تدل على جمع التكسير. تمام، جمع التكسير. تمام، هنا الواو كما قلنا، أحسنتم، هنا الواو العطف. ضمير منفصل فهي. جمال الجسم كما قلنا نكرة، وأتى مباشرة معها معرفة، فأتت مضاف ومضاف إليه، بارك الله فيكم. تفنى ويبقى كلها ماذا؟ هنا هيا، أرى تعليقاتكم. حرف عطف، الواو، أحسنتم، كلها أفعال، بارك الله فيكم، لأنها تدل على زمن معين، تدل على زمن معين. كما قلنا هنا جمال نكرة، جمال النفس نكرة، والنفس معرفة. طول نكرة، دهور معرفة، فأتت هنا مضاف وهنا مضاف إليه، كذلك الأمر هنا مضاف، جمال النفس مضاف إليه. هكذا أحبتنا الرائعون المتميزون، أحبتنا طلبة الصف الخامس، نكون قد وضحنا أهم الاستخراجات في درسنا لهذا اليوم. نشيد الفتاة،
أي سؤال أو استفسار إلى هنا؟ أي سؤال أو استفسار؟ تمام أحبتنا الرائعون، أراكم إن شاء الله في الحصة القادمة بقواعد جديدة إن شاء الله وإفادة رائعة. أشكر تعاونكم ودمتم بود.